تحية مني لألكن عن برنامج إبراهيم عمر لتصليح الشعر. اليوم هالحلقة رح تكون جداً مميزة لأنه اليوم رح أشرح لكم فيها عن الأسباب اللي عم بتأديكم لأنكم تخسروا شعركم. مثل ما معروف عني بالنسبة للي ما بتعرفوني، أنا إبراهيم عمر المختص بعلم تصليح الشعر. اضطريت اني اعمل منتجات عشان اقدر خلصكم من المشاكل اللي عندكم اياها بشعركم، واقدر احميكم ما ترجعوا تأذوا شعركم. لان اليوم بسياق الحلقة رح اشرح لكم عن الزيوت واضرارها اللي عم بتسببها، الاضرار الكبيرة بالشعر، ورح اخبركم ايضا عن الملطفات والمنعمات اللي انتم عم تستعملوها وعم تتوقعوا انه هي تنعم لكم شعركم وتخلصكم بالمشكلة، ولكن عم تكون نتيجة أسوأ مما كان الشعر عليه بالأول. بالبداية بهمني أطرح مسألتين كتير مهمين، اللي هن تساقط الشعر وهو تلف الشعر. لأنه أنا بالنسبة لي بعتبر أنه المشاكل الأساسية للشعر هن مشكلتين الكبار، اللي هو التساقط وتلف الشعر. هلا بالعادة لما عم بتروح أي سيدة تعمل تمليس لشعرها أو عم تعمل تفتيح ألوان، عم بيتسبب شعرك بتلف كتير كبير وبتقصف وبأضرار، وبنفس الوقت هالمشكلة عم بتسبب تساقط كتير قوي. عم تجوا تلجأوا أكتر الأحيان للمواد. اليوم في عنا مدرستين بالعالم نحن لمستحضرات الشعر، عنا أو الزيوت أو المواد الكيميائية. أغلبكم عم تلجأوا للزيوت. اليوم رح خبركم الزيوت وأضرارها والعلم اللي قدرت أوصل منه لخلال عن الزيوت. فاليوم كإبراهيم عمر الحمد لله قدرت أعمل المدرسة الثالثة، اللي هي منتجات خالية من الزيوت وخالية من المواد الكيميائية. بالبداية اليوم كتار منكم بيتواصلوا معي وبيقولوا لي إنه بدنا زيوت طبيعية تعالج لنا شعرنا. اللي بحب إنكم تعرفوه لأنه زيوت طبيعية أنا قليل ما حكيت عنها بحلقات، أكثر حكيت عن الزيوت الاصطناعية. الزيوت الطبيعية هي ضررة على الشعر أكبر من الزيوت الاصطناعية. بالنسبة للي ما شافوا حلقات سابقة لإلي، الزيوت اللي انتم عم تحصلوا عليها من أي مكان كان لا يمكن انه يكون زيت طبيعي اللي عم تحصلوا عليه ولا بأي شكل من الأشكال. رح أبقى أعملكم حلقات تانية أشرح لكم بالتفاصيل مملة عن هالموضوع، ولكن اللي بيعتقد انه من خلال كلامي انه إذا قدر يشوف زيت طبيعي رح يستفيد أكثر، فبيكون مخطئ، لأنه رح ينضر أكثر من الزيت الطبيعي، لسبب أنه الزيت الطبيعي بيكون قوة الفعالية تبعه هي كتير أقوى من قوة الزيت الاصطناعي. لهالسبب في قدرة للشعرة بتقدر تتحمل الكائنات اللي نحن بنحط عليها. والدليل هلا رح أعطيكم النظرية الثانية اللي هي بتحكي عن المواد المناعمة والمواد الملينة والمطرية للشعر. فأنتوا لو عم تحطوا زيت طبيعي عم بيأذيها للشعرة أكثر ما يقدر يفيدها، لأنه الشعرة كتير أضعف من قوة الزيت الطبيعي. الحل طيب، اليوم رح أخبركم أيضا عن الحلول للي عندكم هالمشاكل اللي ما عم تقدروا تخلصوا منها. بالأمس بيحكيني حدا بيقول لي أنه أنا ما خليت منتج ما استعملته على شعري، ما خليت شيء ما عملته وشعري صحته عم تدهور أكثر وأكثر، وهذا اللي عم بيصير معكم كلياتكم. وانا متاكد 100% لانه انا بتابع الكل وبعرف بالتفصيل شو ممكن يصير مع اي حدا بشعره. فلهالسبب بتمنى منكم تنسوا موضوع الزيوت ان كانت اصطناعيه او طبيعيه، نهائيا ما تحطوها على شعركم. بالنسبه للي عندكم تساقط وبدكم تتخلصوا منه، بالنسبه للعلم اللي وصلت له، هو اكبر تاثير عم بيخلي لكم الشعر يتساقط باستمرار هو الشامبو. الشامبو اللي بالاسواق هو غني بالزيوت وغني بالملطفات. الملطفات هي بتوسع لكم فروه الراس وبتخلي الشعره توقع بسهوله من الشعر، ما بيكون عندكم تساقط، بيكون الشعر عم يوقع. والزيوت بتكون عم تعملكم اكسده بقلب الفروه وعم بتخلي لكم يتجمع الميكروبات وعم تصير في التهابات بالفروة وعم بتزيد عندكم الدهون اذا بتلاحظوا وعم تشوفوا تساقط اعلى. بالنسبة للي شعركم دهني اعتمدوا على شامبو الهيرلاين. هيدا شامبو الهيرلاين اذا بتشوفوه. وبالنسبة للي شعركم دهن جاف استعملوا شامبو البروتيين. شامبو الهيرلاين وشامبو البروتيين هن خاليين من الزيوت وخاليين من الملطفات وخاليين من المواد الكيميائية.
الحلو ايضا لو شعرك او شعرك يعني هن بيصلحوا للرجال وللنساء وللاطفال، اذا شعرك دهني استعملي شامبو الهير لاين، واذا شعرك جاف استعملوا شامبو البروتين. شامبو البروتين ايضا بيوقف تساقط الشعر لانه ما دخله بقلبه زيوت ولا دخله بقلبه ملطفات، فيه خلاصات عشبية بتعطي ليون كتير عالية للشعر. ايضا ميزة كبيرة بالشامبو البروتين انه بيعطي فرد نسبة تمليس للشعرة، ومن اول استعمالين الثالث ماكسيموم مهما يكون شعرك مقصف راح تلاحظي التقصيف كله بطل ظاهر. وكمان ايضا تعقيب على موضوع التقصيف، هو التقصيف هو الشعرة، يعني ما حدا يعتقد انه انا عندي تقصف بدي شيل التقصف، انت لا تشيل التقصف يعني بدك تشيل الشعرة. بعرف انه عم بضطر اشرح كتير هالمعلومات لانه بعرف انه المعلومات جدا غلط عن موضوع الشعر، والحمد لله انا قدرت اعمل بحث عمره 20 سنة ابحاث عن هالموضوع، والنتائج اللي حققتها مؤكدة 100%. فهذا على سبيل الشعر الطبيعي، ان كان عندنا شعر دهني بنستعمل شامبو الهيرلاين، ان كان عندنا شعر جاف بنستعمل شامبو البروتين. هلا اللي عنده تساقط شديد او تساقط اقل من شديد اعتمدوا على الهيرلاين. الهيرلاين ثورة بعالم تساقط الشعر وإعادة نمو الشعر وإعادة تطويل الشعر. الهيرلاين إذا كان عنا تساقط خفيف واستعملنا أول عبوة وقف عنا التساقط، إذا ما بنكمل على شامبو الهيرلاين رح يرجع التساقط، لأنه هو السبب اللي عندكم خبرتكم هو سوء استخدام الشامبو المناسب لشعرنا. فلما تستعملوا شامبو الهيرلاين إذا شعركم دهني ما رح يصير في عندكم تساقط، رح يحميكم. وإذا كان شعركم خشن استعملوا شامبو البروتين على مدى الحياة. هذه القاعدة الأساسية البسيطة اللي بتجنبكم أنكم تنزعوا شعركم. أنا ليه اضطريت أعمل هالمستحضرات؟ لأنه أنا هلأ بقدر وقف لك التساقط أو وقف لك التساقط، بقدر عد لك شعرك لصحته أكثر من ما كانت الصحة الطبيعية لإله. ولكن لما ترجع تستخدم منتجات غنية بالزيوت وبالملطفات، وعلى فكرة ما في مصنع بيقدر يعمل كوزماتيكس أو مستحضر من دون زيوت ومن دون ملطفات، لأنه رح يخشب لكم شعركم وما رح ينجح معه وما رح يكون عنده الاستحسان الكافي لكم. فهذا القاعدة اللي هي بتحميلكم شعركم. بالنسبة للهيرلاين، إذا عندك فراغات بالأخص للشباب فراغات كبيرة، رح أحاول أعرض لكم صور الحالات اللي بتطابق معكم. استعملوا الهيرلاين، تقدروا تستعملوه لفترة 6 أشهر، ما يكون عندكم فراغات وسطية رح يقدر يرجع يسكر لكم الفراغات وقادر يرجع يعيد إطلاق نمو الشعر. رح تلاحظوا نمو الشعر لا يتعدى 20 يوم، رح تلاحظوا لشعر جديد عم بيطلع عندكم. إن استعملتوا الشامبو والهيرلاين مع بعضهم رح تلاحظوا ما بتتجاوز 10 أيام رح يوقف التساقط عندكم. بالنسبة إذا في بعض الأستفسارات رح يكون في حلقات تابعوها على نفس القناة رح أشرح لكم فيها المزيد عن المعلومات تستفيدوا منها. بالنسبة للي عندكم تلف، رح ألفت لكم انتباهكم لمسألة كتير مهمة. اليوم لما عم تروحي تعملي تمليس، اليوم الكيراتين والبروتيين والتسميات اللي هي كلها مواد تحنيط عم بتسكر لكم مسامات الشعرة وعم تمنع الشعرة انها تتنشأ الأكسجين، عم بصير عندكم تلف كتير كبير، عم بصير في عندكم تساقط كتير قوي، ما عم تقدروا تتخلصوا منه، عم تلجأوا للزيوت، عم تلجأوا للمنعمات، عم تلجأوا للمطريات. عم تلاحظوا أول فترة شعركم عم بيصفي لا بأس به، ولكن بعد فترة عم بتلاحظوا تلف شديد بالشعر وعم بتشوفوا صحة الشعر عم ترجع كتير لورا. السبب اللي بحب الفت لكم انتباهكم عليه وعلى الأكيد هالمعلومات، كل ما عطيناها للشعرة مواد منعمة كل ما بتتمرد علينا أكتر. يعني مجرد ما حطينا هالمنتج رقبوها، منتج بيعطي نعومة شديدة، رح تلاحظوا وقت الشعرة تكون رطبة رح تكون طرية بإيديكم، ولكن من بعد ما عم بينشف شعركم عم تستغربوا او عم تندهشوا، طيب ليش الشعر عم بيرجع يصير خشن وقاسي كتير؟ السبب هاي المعلومة حقيقة ما حدا بيعرفها غيري، وانا مارست كتير كتير بالشعر بشكل مباشر من انا وطفل انا بشتغل على الشعر، انا عارف شو عم بحكي معكم.
والدليل أي حدا بيتعامل معي لا يمكن أنه ما تصح مشكلته، وراح أحط لكم رقمي على الشاشة للحالات، أتمنى للحالات الصعبة تتواصلوا معي، وأتمنى منكم ما ضيعوا وقتي بكتير أسئلة ما لها علاقة بالموضوع. فعندكم منتج ثوري ولا مسير له في أنا متأكد ما في له مسير، اللي هو البروتين جولد. هيدا بتستعملوه البروتين جولد لما يكون عندكم صبغات بشكل متكرر، عندكم تلف كتير كبير بالشعر، تعملوا البروتين جولد 4 علب لفترة شهرين أو لشهر، يعني إذا قدرتوا تعملوا منه مرتين بالأسبوع بيكون جدا ممتاز، إذا قدرتوا مرة بتستعملوه تقريبا 8 مرات بشكل متكرر، راح تلاحظوا من تاني استعمال انه شعركم بلش يرجع لوقت ما كنتوا انتوا صغار. راح اللي مشتاق لشعره هو طفل يستعمل البروتين جولد، مكتوب عليه الطريقة، وراح احاول احط لكم فيديوهات تشوفوا كيف الطريقة، وتواصلوا على الارقام اللي على الشاشة. كل الاشخاص اللي راح يردوا عليكم مدربين تدريب كتير قوي حتى يفيدوكم ويعطوكم اي نصايح. وبيبقى عنا بكل فخر بسرني اني ابلغكم عن البروتين الماسك، البروتين ماسك الاعجوبة بعالم تنعيم الشعر. الحلو بالبروتين ماسك انه ما داخله زيوت نهائيا، في داخله اعشاب تعطي ليونة بشكل طبيعي بدون ما تعمل كفرينج على الشعرة تأذيها. رح تلاحظوا مع البروتين ماسك رح يتسرح شعركم بسهولة، والأهم لما ينشف ما رح يعني يبطل رطب، يعني تجف المياه اللي فيه، رح تلاحظوا الشعر طري وفيه لمعة كتير قوية ولمعة كتير حلوة. أنا بدوري بهديكم هالمستحضرات، اهتموا فيها واستخدموها بشكل متكرر. بالنسبة بعرف كتار بيسألوني هالسؤال، طبعا كتير مفيد أكتر تستعملوهم كلهم مع بعضهم. اليوم بملخص، إذا كان عندك تلف وتساقط وتقصف وجميع المشاكل اللي أنت بتعتقديها، وأنا اللي بحب طمنك عنه أنه مشكلتك صغيرة مع مستحضرات إبراهيم عمر لتصليح الشعر، استعملي الهيرلاين للتساقط والبروتين جولد ليزيل التلف، شامبو البروتين لينظف لك شعرك من دون ما يسبب أضرار، والبروتين ماسك هو لينعم لك شعرك. وإن شاء الله أكون قدرت فتكم بهالحلقة، وتابعوني بحلقات قادمة، رح أعملكم حلقات توعية كتير كبيرة عن الشعر، وإن شاء الله بحكيكم حلقات بمعلومات جديدة. وأيضا بحب أني نبهكم لأمر كتير مهم، المنتجات الجديدة بهيدا الشكل، احفظوا هيدا الموديل من الديزاين، ما تتعاملوا مع حدا غير الأرقام اللي على الشاشة، وما تقبلوا أي عبوة تستلموها غير هذا الشكل. وإن شاء الله بتواصل أنا وياكم وبتواصلوا معي، وبقدر أحقق لكم كل أمنياتكم ويكون شعركم جميل. شكراً لكم.